السلام عليكم. ان شاء الله النهارده اشرح محاضره الجينيتك الجوريزم. الجينيتك الجوريزم هو عباره عن مجموعه من الانستراكشن اللي بتتكرر عشان تحل بيها مشكله معينه، وهي شبيهه بالبيولوجيكال بروسيس. الجينيتك الجوريزم بستخدمها عشان احسن البرفورمانس بتاع الاي اي ميثود زي الاكسبرت سيستم والنيورال نتورك. الجينيتك الجوريزم هدفها ان هي تطلع جيل جديد قوي بناء على الفيتنس فانكشن. فيتنس فانكشن دي هي ميجر للاوبجكتيف، ممكن تكون ماكسيمم او مينيمم. هنا عندنا مثال لسيمبل جينيتك الجوريزم. اول حاجه بعمل انيشاليز للبوبوليشن، بعد كده بعمل لها ايفالويت، بعد كده بلوب طول ما التيرمينيشن كرايتيريا ما تحققش. ببدا اول حاجه اعمل سيلكت للبيرنت عشان اعمل له ريبرودكشن، بعد كده بعمل كروس اوفر وميوتيشن، بعد كده ريبير، بعد كده بقى ايفالويت البوبوليشن. كل مره بيدخل في اللوب جي بيطلع لي جيل جديد. عندنا بعد كده شويه تعريفات مهمه لازم نبقى عارفينها. اول حاجه بوبوليشن. بوبوليشن هي مجموعه من الانديفيدوال اللي بتمثل لي سوليوشن للبروبلم، والحل المشكله بيعتبر جين، والجين ده ممكن امثله في شكل بارامتر. اكتر من جين مع بعض يعتبر كروموسوم. واخر حاجه الفيتنس سكور، هي دي اللي بحدد بيها الكروموسوم بتاعي ده قوي ولا ضعيف. بعد كده نيجي للحاجه اللي بعدها، الاستوكاستيك اوبريتور. بتتكون من ثلاث حاجات: سيلكشن، كروس اوفر، والميوتيشن. السيلكشن هي اني بختار الحلول القويه بناء على الفيتنس فانكشن بتاعتي، يعني بختار الحلول اللي هي اعلى فيتنس فانكشن. وكروس اوفر والميوتيشن هيوضحوا اكتر في الامثال اللي قدام. هنا بعد كده هيتكلم عن الريبريزنتيشن بتاع الجينيتك الجوريزم. اول حاجه ممكن اعمل ريبريزنتيشن للكروموسوم في شكل سترينج اوف بيتس، زي عندنا مثلا كروموسوم A 10110010111، ودي الطريقه اللي بستخدمها في النابساك بروبلم. في طريقه ثانيه عباره عن سترينج اوف نمبرز، عندي مثلا الكروموسوم A 15326478، وده في المشكله بتاعت الترافلنج سيلز مان. ممكن برضو الكروموسوم بتاعي يبقى عباره عن فلوت نمبر، ممكن كاركتر، ممكن سترينج. دي كده كل الاشكال اللي اقدر امثل بيها الكروموسوم بتاعي. بعد كده هنتكلم عن الريبرودكشن. الريبرودكشن هي اني بطلع جيل جديد عن طريق اني بختار البيرنت اللي ليها اعلى فيتنس فانكشن، والجيل الجديد ده بيبقى اسمه اوف سبرينج. هنا بيتكلم برضو عن الكروس اوفر، احنا قلنا قدام اهو ده مثال بيوضح الكروس اوفر. كروس اوفر هي عباره عن عندي كروموسوم وكروموسوم، بعمل لهم كروس اوفر عن طريق اني بقف عند بيت معينه وابدا اقطع من عندها كروموسوم واكمله من الكروموسوم الثاني. يعني مثلا عندي اول كروموسوم 011011، فانا هقطع من عند البيت الثانيه في الاثنين كروموسوم واخد اول كروموسوم 0. هنا مثلا هو قطع تحت 01 وقطع من بعد البيت الثانية، وبرده الكروموسوم الثاني 10 وقطع من هنا. هيبدأ يكملها بقى، هياخد 01 ويكمل من الكروموسوم الثاني 1100، ونفس الكلام الكروموسوم ده 10 هيكمل من الكروموسوم الثاني 1011. ده كده الكروس اوفر. بعد كده نيجي للميوتيشن. الميوتيشن هو عبارة عن طفرة بتحصل للكروموسوم، اني بغير ال 0 ل 1 او ال 1 ل 0. زي مثلا في المثال ده عندي اتنين بيرنت، اول بيرنت 101 0111، البيرنت التاني 110 0011، بيقول لي ان هو عايز يعمل كروس اوفر ميوتيشن. نمسك اول حاجه الكروس اوفر، هو بيقول لي عايز يعمل كروس اوفر عند البيت التالته،
فهو قطع من عند البيت التالت في البيرنت الاولاني والبيت التالت في البيرنت التاني. يمسك اول حاجه البيرنت الاولاني هياخد 101، وقلنا طالما قطع من عند البيت التالت يبقى يكمل من الكروموسوم التاني، يبقى 0011 اهو طلعت هنا اهو. ده كده اسمه التشايلد الاولاني او الاوف سبرينج الاول. 101 اهو كمل من الكروموسوم التاني، 0011 0011. نفس الكلام عمله على البيرنت التاني، 110 بعد كده قطع وكمل من الكروموسوم الاولاني 0111 اهو كتبها. هنا بيقولوا ان هو كان عايز يعمل ميوتيشن عند اخر بيت في البيرنت التاني اللي هي واحد، فقلبها بقت 0. هنا بيوضح تاني كروس اوفر، عندك البيرنت رقم A والبيرنت B عايز يعمل كروس اوفر من بعد البيت 0، هيبقى التشايلد الاولاني 10010 وهيكمل من عند الكروموسوم الثاني 10110 اهو كده. ده كده التشايلد AB. التشايلد اللي هو BA هيبقى 01011 هيقطع ويكمل من عند البيرنت رقم A 11101. ده كده اسمه سنجل بوينت كروس اوفر. في نوع تاني اسمه تو بوينت كروس اوفر، ان هو اعمل كروس اوفر عند اكتر من بيت. يعني هنا مثلا عمل كروس اوفر بعد البيت التالتة وبعد البيت اللي هي رقم واحد. تعالوا نشوفهم. اول حاجة خد 100 عمل كروس اوفر نزل كمل من تحت 1110 اهو، ده اللي حصل هنا عند التشايلد اي بي. بعد كده عمل كروس اوفر تاني بعد البيت رقم 0 جي، فهيكمل من البيرنت رقم A اللي هو 101 101. تعالوا نشوف المثال التاني الدنيا هتوضح اكتر. انا عندي 010 عملت كروس اوفر، فانا كده هاخد من البيرنت اللي هو A، هيبقى 1011. عمل كروس اوفر تاني فهينزل تحت يبقى 110، ده اللي حصل تحت عشان يطلع للتشايلد BA. بعد كده اليونيفورم كروس اوفر هو عبارة عن راندوم ماسك جنريتد، يعني يبقى عندي بيرنت وجايب ماسك وعايز نطبقه على البيرنت ده. هنا في المثال اللي عندنا بيقول لك لو قبلك زيرو يبقى هبدلها بالكروموسوم ده، لو قبلك واحد هبدلها بالكروموسوم الاحمر ده. عندنا مثلا اول حاجة في الماسك زيرو، فانا هبدلها بالزيرو اللي هي في الماسك الازرق فهتنزل زيرو. بعد كده بني واحد واحد هبدلها بزيرو واحد اللي في الماسك الاحمر تبقى زيرو واحد. اخلي بالي من الترتيب بتاع البيت اللي في الماسك والبيت اللي في البيرنت، لازم يبقوا نفس الترتيب. هبني بعد كده زيرو زيرو زيرو، احنا قلنا اتفقنا الزيرو يبقى الازرق يبقى واحد زيرو واحد زيرو. هبني بعد كده واحد واحد، الواحد ده احنا قلنا الاحمر يبقى زيرو واحد، احط الزيرو واحد. بعد كده تلات صفار يبقى الازرق 010010. بعد كده عكس، قال لك لو قبلك 0 خد من الاحمر ولو قبلك 1 خد من الازرق. فانا لو قابلني 0 هاخد الواحد، ده اللي حصل هنا في الاوف سبرينج ده. لو قبلك 1 1 خد من الازرق 01 هنا، وكمل بنفس الشكل. ده كده اليونيفورم كروس اوفر، يبقى عندي ماسك وبيرنت وبطبق الماسك على البيرنت. هنا جايب لي مثال تاني على كروس اوفر، بيقول لي عايز يعمل كروس اوفر بوينت افتر الفيرست ديجيت. فانا عندي اول بيرنت 1 3 3 والبيرنت التاني 3 2 3، فانا عايز اعمل كروس اوفر بعد اول ديجيت. فانا بعد اول ديجيت هاجي وهقطع يبقى 1 وهكملها بالبيرنت التاني 2 3، جيت 3 هنا كده ده اول اوف سبرينج. والبيرنت التاني 3 وهقطع واكمل من البيرنت الاول اللي هو 3 3، يبقى 3 3 3. ده كده الاوف سبرينج الثاني. الحاجات اللي انا بعديها دي اللي احنا شرحناها، بس هو بيقولها بالتفصيل. بعد كده نيجي لمثال مهم عندنا، بيقول عندنا جينيتيك الجوريزم بيستخدم كروموسوم اكس
الاكس ده من ايه لحد اتش فيكسد لينس، اللينس بتاعه 8 جين، وكل جين عبارة عن ديجيت من 0 لحد 9، والفيتنس فانكشن بتاعتي اهو مديهالي A زائد B ناقص C زائد G زائد E زائد F ناقص G زائد H، وبيقول لي الانيشال بوبيوليشن بتاعتك 4 انديفيدوال من X1 لحد X4. السؤال ده كده حله ازاي؟ هو بيقول لي ابدأ باربعة اربعة سوليوشن من اكس واحد لاكس اربعة، فانا هكتب عندي اربعة سوليوشن اكس واحد لاكس اربعة، واحط راندم ارقام راندم من زيرو لحد تسعة، ولازم يكونوا تمانية عشان هو محدد لي في السؤال ان هما يبقوا تمانية جينز، وكل رقم من دول بيعبر لي عن الحروف اللي هو قال لي عليها فوق دي من A لحد H، يعني الست ده ال A، الخمسة B، الاربعة C، وهكذا لحد ال H. هبدا اطبق على كل حل من الحلول اللي انا جبتها دي الفيتنس فانكشن اللي هو مديهالي. فاول واحده هيبقى 6 زائد 5 اللي هي A زائد B ناقص 4 زائد 1 C زائد G زائد 3 زائد 5 E زائد F ناقص 3 زائد 2 اللي هي G زائد H، هيجينا 9. نفس الكلام على X2 X3 و X4، هتطلع لي الارقام دي. هبدا اعمل لهم ارينج من الكبير للصغير عشان احدد مين اللي ليه اعلى فيتنس فانكشن ومين اللي ليه اقل فيتنس فانكشن، فيبقى عندي اكبر حاجه اكس 2، بعد كده اكس 1، بعد كده اكس 3، بعد كده اكس 4. هنا احطهم في جدول، حط من اكس 1 لاكس 4 والحلول اللي هو جابها والفيتنس فانكشن اللي حسبها والترتيب بتاعهم. حسبنا بعد كده الافريج فيتنس فانكشن، طلع بسالب 75%، وحدد ان احسن حاجه طلعها الفيتنس فانكشن 23 والورست سالب 19. انا ليه حددت البيست والورست؟ البيست عشان ده هو اللي هكمل بيه واطلع بيه الجينيريشن الجديده، والورست ده اللي انا هستبعده. فانا كده هستبعد الاكس 4 اما اجي اعمل جينيريشن جديده، والاكس 2 واكس 1 واكس 3 دول اللي انا هكمل بيهم. فهنا عندي خد اكس 2 واكس 1 عمل لهم كروس اوفر، كروس اوفر بعد البيت الرابعه، كروس اوفر زي ما اتفقنا اما يحدد لي البيت معينه فانا بكمل الكروموسوم بتاعي من البيرنت اللي بعده. فانا عندي 8 7 1 2 عمل كروس اوفر، قطع من هنا يبقى يكمل 3 5 3 2، يبقى كده اول اوف سبرنج عندي. الاوف سبرنج الثاني نفس الكلام 6 5 4 1، قطعت من هنا يبقى اكمل من اللي فوق 6 6 0 1، ده اللي عمله هنا كده. دول اول اثنين اوف سبرينج. بعد كده خد اكس 1 واكس 3، هنا عمل 2 بوينت كروس اوفر، مره هنا بعد الخمسه ومره ثانيه هنا بعد الخمسه. اول واحده خد 6 5 كروس اوفر، قلنا كروس اوفر يبقى هننزل تحت 9 2 1 2، عمل كروس اوفر تاني هنا هكمل 3 2. نفس الكلام الاوف سبرنج التاني هيبقى عندي 2 3، حصل كروس اوفر هنا يبقى هطلع اخد من اللي فوق 4 1 3 5 كروس اوفر، يبقى انزل تحت 8 5 كده. ده الاوف سبرنج التالت والرابع. اخر اتنين بيرنت معانا اكس 2 واكس 3، هعمل نفس الكلام معاهم كروس اوفر واطلع الاوف سبرينج 5 و6. هو ليه ما خدش اكس 4 زي ما قلنا فوق؟ عشان ده ليه اقل فيتنس فانكشن وبالتالي هستبعده عشان عايز الجيل الجديد يبقى قوي. بعد كده مسكنا كل اوف سبرينج بدل ما نطبق عليه الفيتنس فانكشن، عندنا مثلا اول واحد هيبقى 8 زائد 7 ناقص 1 زائد 2 زائد 3 زائد 5 ناقص 3 زائد 2 هيجيلك 15. طب برضه الفيتنس فانكشن على الاوف سبرينج الثاني 6 زائد 5 ناقص 4 زائد 1 زائد 6 زائد 6 ناقص 0 زائد 1 اديك 17، وهكذا بقيه الاوف سبرينج. نحسب لهم فيتنس فانكشن نفس الكلام، هجي اعمل جدول احط بيه الاوف سبرينج بتاعتي والكروموسوم اللي بيعمل لها ريبريزنتيشن والفيتنس فانكشن بتاعتهم، اجيب الافريج فيتنس فانكشن وعد البيست والورست، قلنا الورست عشان استبعده والبيست ده هو اللي بكمل بيه
لما جيت حسبت الافريج فيتنس بقى لقيت ان هي زادت عن الاول، دلوقتي طلعت 6.8 و333. انما لو بصينا قبل كده فيتنس فانكشن كانت طالعه بنيجاتيف، فكده اتحسنت عن الاول وبس. دي كده كانت المسألة. السؤال التاني بقى بيقول لي احنا عايزين نماكسمايز عدد الوانز في سترينج، والسترينج ده عبارة عن ال باينري ديجيت. يبقى كده انا عرفت طريقة الريبريزنتيشن ان هي باينري 0 1، والفيتنس فانكشن ان انا اماكسمايز عدد الوانز. فهنا مديني جيفن ان ال ال ب 10 وال ان ب 6، ال ان دي عدد الحلول بتاعتي 6، فانا هجيب 6 حلول، وال 10 هي عدد الجينز اللي بتمثل الكروموسوم بتاعي. واتفقنا ان الكروموسوم بتاعي هيبقى عباره عن باينري، عشان هو قايل لي في السؤال باينري ديجيت. فانا هبدا افرض حلول من عندي راندوم وابدا اطبق عليها الفيتنس فانكشن. وانا الفيتنس فانكشن هو اللي قال لي عليها في السؤال ان انا عايز ماكسمايز عدد الوانز، فابدا اعد الوانز اللي في كل كروموسوم. يبقى هنا 1 2 3 4 5 6 7، كده اول واحدة تطلع 7. تاني واحدة 1 2 3 4 5، كده الفيتنس فانكشن التانية 5. تالتة 1 2 3 4 5 6 7 7، وهكذا الباقي. هلاحظ ان عندي اعلى حاجة في الفيتنس فانكشن هي اس 5، واقل حاجة اس 6. فانا كده هستبعد الاس 6، والاس 5 دي تعتبر هي البيست بتاعتي. هنيجي تحت بقى نعمل سيلكشن. سيلكشن انا هستبعد الفيتنس فانكشن القليله اللي هي اس 6 وهكمل بالباقي. يبقى عندي اس 1 اس 3 اس 5 اس 2 اس 4 اس 5. اس 5 اتكررت عشان دي هي اعلى فيتنس فانكشن. بعد كده بيقول لي اعمل كروس اوفر بين اس 1 واس 2 واس 5 واس 6. كروس اوفر هيتعمل بعد تاني بيت عند الاس 1 واس 2، وبعد البيت رقم 5 في اس 5 واس 6. نيجي هنا عندنا اس 1 واس 2 واس 5 واس 6، هو قال لنا نعمل كروس اوفر بعد البيت الثانيه. فانا هنا همسك اس 1 هعمل كروس اوفر بعد البيت الثانيه، يبقى عندي 1 1 هعمل كروس اوفر، يبقى اقطع من هنا واكمل من تحت، يبقى 1 0 1 1 0 1 0 1. ده اللي طلع عندي هنا، ده كده اول اوف سبرينج اس 1 دبل داش. بعد كده امسك الاس 2 هعمل برده كروس اوفر بعد البيت الثانيه، يبقى 1 1 هقطع من هنا هكمل من فوق، 1 1 0 1 0 1 0 1. ده كده اوف سبرينج اس 2 دبل داش. همسك بعد كده الاف 5 واس 6. اس 5 يبقى هو قال لي اعمل كروس اوفر بعد البيت الخمسه، يبقى 0 1 0 0 0. هقف هنا واقطع واكمل من تحت، يبقى 1 1 1 0 1. ده اللي حصل هنا كده، وطلعت اس 5 دبل داش. اس 6 بقى 1 1 1 0 1 هيقطع ويكمل من فوق، 1 0 0 1 1. ده كده اس 6 دبل داش. بعد كده عايز يعمل ميوتيشن للاوف سبرينج اللي طلعت. الميوتيشن زي ما قلنا بنحول الزيرو ل1 او ال1 ل0، وهي بتبقى محدده لك في الامتحان. اخر حاجه بقى بيقول لك بعد ما اطبق الفيتنس فانكشن لاحظ تغيير في الافريج فيتنس فانكشن من 34 ل37، يعني حصل امبروفمنت بنسبه 9%. وهنفضل نكرر البروسيس دي لحد ما نوصل للستوبنج كرايتيريا بتاعتي. بس كده، دي كانت اول جزء في الجينيتيك الجوريزم. رب تكونوا استفدتوا وشكرا.